c'est serré, gère ton allure, gère ton allure. نحن في مدينة لومان الواقعة غرب فرنسا، لكن هذا ليس سباق سيارات عاديا، إنها دورة تدريبية للدفاع عن النفس، تعلم سائقي الشخصيات البارزة والمهمة كيفية التصرف في حالات الخطر. ضربته بعصا معدنية وألقيت عليه متفجرة، ومن المفترض أن يثير ذلك توتره، وعندما تتوتر تميل إلى نسيان كل أسس القيادة. يواجه المتدربون كل الاحتمالات الممكنة، مثل مرافقة الزبون إلى سيارته في منتصف الليل، ويتعلمون أيضا مقاومة مختلف أنواع المعتدين، بدءا من المتظاهرين مرورا بالإرهابيين ووصولا إلى الحشود الغاضبة والموظفين المحبطين. نريد مقاومة المتظاهرين والأشخاص الذين قد يلقون علينا المأكولات أو الأشخاص الحاقدين على رب عملنا، لهذا السبب نخضع لتلك الدورات كي نصبح أكثر وعيا لما يجري على الطرقات وفي المدينة. هذه الدورات كانت معدة أساسا لمواجهة الاغتيالات التي كانت ترتكب في ثمانينات القرن الماضي، إنها حساسة جدا ولا يمكن لأي شخص أن يتسجل فيها. نحن نتخذ كل التدابير الوقائية الممكنة، فعندما يريد أحد التسجل في الدورة نتصل برب عمله مباشرة في الإدارات والسفارات والوزارات ونطلب وثيقة رسمية تحمل اسمه، ولا نقبل طلبات الأفراد. تكاليف هذه الدورة التدريبية باهظة وتتراوح بين 1800 يورو و 3200 يورو، لكن نظرا إلى تاريخ فرنسا الحافل بالإضرابات وعمليات اختطاف أرباب العمل الأخيرة فهو سعر يستحق العناء.